أهلا بكم من جديد، نصل مشاهدينا إلى موعدنا اليومي مع أبرز ما أوردته مواقع التواصل الاجتماعي من مواضيع وقضايا تهمك سيدتي. البداية مشاهدينا مع تويتر، إذ ناقش المغردون مخرجات التعليم العالي في السعودية، فقال المغرد مسيب الوافي: الأساتذة الجامعيين يأتون بدون معايير دقيقة، وبعضهم للأسف لا يعرف من تخصصه إلا الاسم، لذلك ينبغي علينا أن ألا نحزن على مخرجات التعليم العالي. أما جواد سامي فغرد: للأسف أغلب الذين يتم تعيينهم في الجامعات بوظيفة معيدهم أقرباء لأعضاء هيئة التدريس، معدلتهم منخفضة. أيضا متعب الخالد علق قائلا: إن البيئة الأكاديمية في الجامعات السعودية باختصار تقتل الطموح. للحديث مشاهدينا حول الموضوع معنا عبر الهاتف دكتور إيهاب نصير، مدير القبول في جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة. أهلا وسهلا بك دكتور إيهاب. الله يحييك. أهلا دكتور. يعني أنا شفت التعليقات شوية، بعضها يعني شوية صارمة وزعلانين الناس، ما أعرف قديش كلامهم منطقي أو لا، يعني حتى العامة مو ممكن يتقبلوا هالكلام، لكن ربما التنم عن تجارب. خلينا أول حاجة أسألك عن يعني حالة عدم الرضا هذه من مخرجات التعليم العالي، ليش في رأيك؟ أيوة والله شوف يا أختي، بالنسبة لمخرجات التعليم في مشكلة في موائمة المخرجات باحتياجات سوق العمل. طبعا سوق العمل والجامعات الحكومية والخاصة، يمكن الحكومية شوية أكثر مركزة، ما بتركز كثير في احتياجات سوق العمل. نعم. ولا بيكون في تخصص. يعني الآن في توجه جديد، استراتيجية جديدة للجامعات، بحيث أنه تكون إيش؟ الطالب ليس هو الزبون، ولكن سوق العمل والشركات هي الزبون، والطالب مجرد منتج. نعم. لهذه الشركات. هذه الفلسفة الجديدة الآن بالناس تتبعها، على أن الناس تلاقي وظائف. طيب بس انت في رأيك دكتور، يعني ايش اللي يحتاج التعليم العالي عشان يلبي احتياجات سوق العمل؟ يعني يكون واقعي، يكون خلينا نقول مرن اكثر. طبعا جزئية المرونة مهمة جدا. الجامعات الحكومية شوية فيها صعوبة في المرونة من ناحية تغيير المناهج بحسب احتياجات سوق العمل. الآن مثلا مين يدرس فيجوال بيسك في 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 الجامعات؟ اللغات القديمة الآن في لغات جديدة، الآن في احتياجات جديدة لسوق العمل. اللغات القديمة تقريبا الآن تطورت كثير، وما زال الجامعاتنا بتدرس اللغات القديمة. نعم. بالتالي من المفترض أنه هذه المناهج تتغير بحسب احتياجات السوق، يكون الأستاذ مرن، المقررات مرنة، يكون في لها تحديثات، هذا هو المطلوب من الجامعات الآن. يعني في وقت يعني العالم كانت بتتكلم عن قياس الصوت، واحنا لسه يعني حتى نجلس مع بعض الدكاتره فيقولوا لي كيف المناهج لسه بتدرس اشياء تمكنوا وخرجوا منها. طب انا خليني اسالك دكتور كمان، كيف ممكن يعني يمكن الاستفاده من تجربه الابتعاث عشان نرفع شويه مستوى مخرجات التعليم العالي؟ ايوه هي يمكن على مدار التعليم، يمكن في المملكة العربية السعودية، يمكن تجربة الابتعاث تكاد تكون أفضل شيء حصل للتعليم العالي. الشباب اللي بيروحوا بيدرسوا برا وبيرجعوا تاني مرة بيجوا بأفكار جديدة وبأفضل اللي هي خلينا نقول آخر العلوم اللي موجودة. نعم، يعني بيجوا بأفضل العلم وبيجوا نعم. المفروض يتم تبني هذه الافكار، تبني هذه الاستراتيجيات الجديده. ثاني مره اعود لمساله المرونه يا اختي الفاضله، لانه المشكله ان الشباب دول لما بيروحوا ويرجعوا، وانا كنت واحد منهم، بيرجع ثاني مره بينصدموا شويه بالواقع حق الجامعات، بالنظام البيروقراطي، النظام الصعب في التحكم، وبالتالي صعب عليهم ان هم ينتجوا. المفروض لما يرجعوا دول العالم، ايش الحل؟ ايوه الاستراتيجيه لازم تكون مع اعتمادات عالميه، زي مثلا في عندك اللي هي اللي يسموها اكريديتيشن بودي. الاكريديتيشن بودي اللي هي الاعترافات العالميه، هذه بتمشي باخر المتطلبات وبتتاكد ان المقررات والمناهج موافقه للترند خلينا نقول العالمي، وليس فقط في المملكه العربيه السعوديه. اذا جاء المحاضر او اذا جاء الدكتور من برا وجاء قعد في الجامعات الحكوميه،
فهو يمشي على نفس الأسلوب وعلى نفس الستايل وما يصير فيه تحديث. بينما لو كانت الجامعة مهتمة بالاعترافات العالمية اوتوماتيكلي يعني بطريقة يعني تلقائية حيتم التحديث للمقررات وحيتم التحديث لأعضاء هيئة التدريس، حيحضروا مؤتمرات، حيحضروا يعني محاضرات عالمية كجزء من متطلبات الاعتراف الأكاديمي. طب دكتور إيهاب أخيرا، نعم أضيف إذا في نقطة أخيرة. أيوة وبالتالي أنا أشوف يعني يمكن التركيز الحل الأساسي هو التركيز على الاعترافات العالمية. نعم. طب دكتور إيهاب أنا اللي أبغى أسألك هو أنه أخيرا يعني بعد هذه النقاط كلها أنت في الأخير بتحاول تصلح في المسؤولية وتصلح في المسؤولين هم اللي لازم يعدلوا أشياء يعني معتمدة بالأساس عليهم. الشباب اليوم إيش ممكن تنصحهم أنه ممكن يعني يطوروا من نفسهم وما ينصدموا زي ما قلت في الواقع ويقدروا يحلوا مشاكلهم بنفسهم بدون ما يعتمدوا على أحد من المسؤولين أو غيرهم إلين ما يفرجوها يعني المسؤولين؟ يمكن يعني في أحد الفلاسفة يقول إذا كان ما تقدر تقوم بأمور عظيمة على الأقل حتى الأمور الصغيرة قم بها بطريقة مميزة. صح. يمكن حتى هم كل واحد في مجاله وكل واحد في محاضراته وكل واحد يحاول إنه هو يبدع أكثر، يحاول نشوف إيش في موجود في 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 الخارج. أنا الآن مثلاً بستخدم اليوتيوب في 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 التعليم، وهو يعني على الرغم إنه هو قديم في 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 أمريكا وفي أوروبا إلا إنه هنا يعني في النادر ما تشوف أساتذة يدرسوا عن طريق اليوتيوب. نعم. البرامج اللي هي المحادثات ما بين الأساتذة والطلاب هذه كلها أنا أشوف أنه لو أنهم يبدأوا يحولوا شوي على الجانب التكنولوجي ويشوفوا الطلاب إيش احتياجاتهم. نعم. أظن في هذه يعني في هذه الحالة ممكن هم يسووا أشياء كثير. نعم يعطيك العافية. نعم. دكتور إيهاب نصير مدير القبول بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا وصلنا الآن لليوتيوب من بعد تويتر واخترنا لكم هذا الفيديو الذي يثبت أنه في الإعلانات لا تظهر الأمور كما هي في الواقع. نشاهد. صفحة سيدتي نت على الفيسبوك نتعرف على عاملات أو علامات سن اليأس لدى الرجال، فإذا رأيت زوجك يطيل الوقوف أمام المرآة أو يهتم بشكل مفاجئ بالأغنيات والشعر الغرامي ويسرح أو يسرح كثيرا ويهتم بالحصول على مظهر شاب فهذه علامات على وصوله سن اليأس. أما من حساب سيدتي نت على تويتر فاخترنا لكم دراسة طبية حديثة تظهر أن الوقوع في علاقة حب جديدة يؤدي إلى زيادة نمو الخلايا العصبية المسؤولة عن الذاكرة والتعلم في المخ. وكشفت نتائج الدراسة عن أن الحب لا يعمل على خفض معدلات الإجهاد والاكتئاب فحسب، بل يعزز قوة المخ ويحفز نمو خلاياه في مركز التعليم والذاكرة. في فقرتنا مشاهدينا الأسبوعية اعرف يحقق مع المحامي الدكتور ماجد الفهد نتعرف على حالات الطلاق والبينة التي تحتاج لها المرأة لإثبات الطلاق. نتابع. مساءكم سعيد. حديثنا في هذه الفقرة عن الطلاق. الطلاق هو ألفاظ مخصصة يتلفظ بها الرجل لزوجته. إذن هو ناشئ بعد ماذا؟ بعد عقد الزواج. لما الإنسان يختار زوجته ممكن قد يكون هذا الاختيار غير جيد أو يكون القرار يعني غير موفق أو تنشأ مشاكل بين الزوج والزوجة. الله سبحانه وتعالى يقول وأن يتفرق يغني الله كلا من سعته. هذا الأمر يعني يجب أن نركز عليه أن الطلاق بألفاظ مخصصة خصصها الشارع مثل طلقتك أو أنت طالق أو غيرها من هذه المواضيع. الطلاق كذلك وضعه الشارع ثلاث مرات، الطلقة الأولى، الطلقة الثانية، الطلقة
الثالثة وهي البينونة الكبرى. إذا الرجل لما يتلفظ بكلمة طالق لزوجته سواء هاتفيا أو حتى مثلا في رسالة جوال أو غيرها، فهذا الأمر يقع به الطلاق. وهذا الأمر من المعني فيه؟ المعني فيه القضاء، بحيث أنه لما يطلق يشهد اثنين شهود زين، ويستطيع أن يذهب بعدها إلى القضاء ويعني يخبرهم بأنه تم طلاقه من الإنسانة هذه متى؟ قبل بعد الدخول بها. أما لو طلقها قبل الدخول، مثلا هم تملكوا الآن لكن ما اختلى بها وطلقها، هنا خلاص هي طلقة واحدة، يكون للمرأة هنا نص المهر. لكن بعد ما يطلقها، بعد ما أن يدخل بها، لا، لها المهر كامل وليس له الحق بالمطالبة ما دام هو اللي طلقها من تلقاء نفسه. عدة المرأة المطلقة هي 3 حيض تقضيها، بعدها تفهم أن لها الحق في الزواج. كذلك المرأة الحامل عدتها انتهاء أو وضعها لحملها، المرأة الصغيرة والمرأة الكبيرة عدتها 3 أشهر. هذه هي أمور مهمة في الطلاق. كذلك للمطلق أن يعيد زوجته فقط يشهد عليها، يعني من الممكن يطلقها الآن وبعد فترة يراجعها بدون ما يستأذن تلك الزوجة. ويجب في أغلب العلماء أنه يجب أن يخبرها لكي لا تخرج من العدة. هذه أمور مهمة في الطلاق. الطلاق كذلك أن تستطيع إثباته المرأة إذا كان عندها دليل يثبت، وتتقدم مباشرة إلى المحكمة المختصة وتطلب منهم أنه والله زوجي مثلا طلقني، أريد مثلا إثبات ذلك الطلاق، وهو عادي أنه يقر أو هي تأتي في البينة على ما قالت. الإيميل نستقبل فيه استفساراتكم وآراءكم لنجيب عليها في الفقرات القادمة. إذن دائما مشاهدينا خليكم معنا عشان تتعرفوا في كل أحد من الدكتور ماجد الفهد على بعض الأفكار لمعرفة حقك سيدتي. عموما سيدتي خليكي معنا بعد الفاصل المزيد في سيدتي. في سيدتي بعد الفاصل، جيل جديد من مصممي المجوهرات يجتمع في بيروت على امتداد أسبوع عنوانه الابتكار والفخامة.